عهد جديد للمصانع في الأردن، حيث نجح هذا المصنع وللمرة الأولى في تاريخ قطاع الطاقة المحلي في استخدام الغاز الطبيعي في إدارة آلاته العملاقة بدلاً من الوقود الثقيل، وذلك بعدما كان الغاز مخصصاً لتوليد الكهرباء فحسب. 3 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ستنقل يومياً عبر صهاريج إلى أكبر مصنع في العالم العربي لإنتاج الورق، والذي يصدر زهاء 70,000 طن من إنتاجه للدول المجاورة، أمر سيتيح له إلى جانب 10 مصانع أخرى خلال هذا العام خفض تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة. قبل الغاز كلفة الطاقة لكل طن ننتجه تتراوح بين 230 إلى 260 دولار، اليوم نتكلم عن 130، تقريبا النص. أضرب هذا الكلام في 80,000 طن وعندك الأرقام. لكن ثمة امتيازات متعددة لاستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات. النهاردة لما يجي العميل النهاردة بعرض عليه جزئيتين، جزء ان هو بيخدم البلد والصناعة، ان هو يستخدم وقود بيئي، ده رقم واحد، ده حاجة كويسة جدا، لان يعتبر الكربون بتاعه قليل جدا والكبريت مفيش، فالعنصرين دول مهمين جدا بيئيا، وفي نفس الوقت بيبقى له فايدة ومردود اقتصادي على صاحب المصنع. في هذه المحطة للغاز الطبيعي تعمل أكبر شركات توليد الكهرباء لإنتاج ما يمثل 85% من الطاقة الكهربائية في المملكة، مشهد ينقل الأردن لعهد الغاز الطبيعي بعدما تسبب ملف الطاقة في عجز متواصل للموازنة العامة وزيادة الدين العام سنويا، وأجبر الحكومة على توقيع صفقة ب10 مليارات دولار مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي ما زالت مثار جدل وسخط لدى الشارع الأردني. رائد عواد، الجزيرة، عمان.